النهارده في كل الزوايا معانا على التليفون مهندس الديكور الفنان القسطى انسي ابو سيف. اهلا بحضرتك، وبدايه بنبارك لحضرتك الفوز بجائزه الدوله التقديريه. الو، الو، بدايه ايوه ببارك ايه لحضرتك على الجائزه، الله يبارك فيكي، اشكرك جدا. هو وبشكر الصوت حضرتك قطع على وجودك شويه. معانا في كل الزوايا. اهلا بيكي، مش اهلا. عارفة حضرتك سمعت الـ الكلام اللي كنت بقوله دلوقتي من كلام أستاذ محمود عبد الشكور؟ يعني سمعته طبعا جدا، واستاذ محمود عبد الشكور يعني اضاف للجائزه جائزه تانيه برايه ده، لانه استاذ محمود عبد الشكور من النقاد اللي انا بعتبره الميزان بتاعنا، فالحمد لله الوزنه طلعت والله كويس والله ده الحمد كلام لله. جميل، انه يعني يكون برضو الكلام من حضرتك، اكيد هو هيسعد بكلام حضرتك برضو. يعني ده يبقى شرف ليا انه ينبسط من كلامي، انا انبسطت طبعا من كلامه واشكره جدا، اشكره جدا. يعني انا مش عارفه ابدا منين ولا منين، ولكن حتى اي حد هنا حتى في القناه معانا كان بيعرف ان حضرتك موجود معانا النهارده، يعني كان بيسعد ويشعر بسعاده. مش عايزه اسال حضرتك عن احساسك بالجائزه، ولكن عايزه اسال حضرتك عن احساسك بالفن، عن احساسك بالصنعه، وبعد الجائزه ايه الاحساس؟ هل تغير الاحساس بالصنعه؟ لا، يمكن الصنعة هي اللي ادتني الجايزة. الصنعة بالتأكيد هي اللي ادتني الجايزة. أنا الحقيقة يعني أنا كنت ما كنتش بفكر طبعًا، أنا إحساسي بالجايزة إحساس فرحة كبيرة، وحسيت إنه الرحلة بتاعتي بقالها نتيجة، والحمد لله نتيجة مرضية جدًا. انما كانت متعتي الحقيقه في العمل، اني اوصل لدرجه من القناعه فيما اعمله، يعني لدرجه ما اقدرش اقول كبيره قوي، انما درجه مقنعه قوي، يعني عن طريق صناعه السينما. هي طبعا مشكله السينما انها بتصور واقع، الواقع ده لو ما تصدقش يبقى كل العملية الفيلمية وقعت. فالحمد لله اني حاولت اني اوصل لمرحلة من الاقناع تكون نتيجتها مرضية، والحمد لله كانت مرضية. ال يعني هو بالظبط، اعتقد هو ده الوصف الجميل، انه الصنعه، فن الصنعه او الصنعه، ان حضرتك تخفي اصلا انه في حاجه حصلت او ان في حاجه معموله. مين بيعجب حضرتك من الاجيال الجديده؟ حضرتك بتقولي لي من السؤال ما سمعتوش مين كويس. بيعجب حضرتك؟ مين بيعجب حضرتك من الاجيال الجديده؟ لا، الأجيال الجديدة، الأجيال الجديدة أنا مبهور منها. طبعا الأجيال الجديدة أنضج مننا كتير. إحنا جينا في وقت العالم ما هواش مفتوح عندنا زي قدامنا زي الأجيال الجديدة. الأجيال الجديدة ميزتها عننا إن العالم مفتوح قدامها، والخبرات بيقدروا يحصلوها. إحنا كنا بنحاول إزاي نوصل لمراحل تصنيع والإمكانيات قليلة في إيدنا. الأجيال الجديدة دلوقتي عندها ثقافة أكثر مننا في الاتصال بالخارج، في الانفتاح على العالم، في أحدث وسائل التعبير. فطبعا الأجيال الجديدة كلها كل العاملين فيها في مجال السينما وفي صناعة الديكور بالتحديد أجيال معديانا إحنا بكتير. أنا بتعلم منهم دلوقتي. حضرتك بتتعلم منهم. لا، في أكتر من اسم، في اكتر من واحد، كلهم مبهرين، كلهم مبهرين الحقيقه. يعني انا عندي بعتبر تلامذتي اللي اشتغلوا معايا واللي هم بيقولوا تعلموا مني، لما بشوف اعمالهم
انا بتعلم منهم، هم معديننا بكتير يعني. طبعا انا طبعا يعني برضو جزء من انبهاري ان حضرتك يعني بتتكلم بهذا الحماس الصادق عن الاجيال الجديده وعن شغلهم، فيعني انا يعني اعتقد اكيد هم هيكونوا برضو سعداء بكلام حضرتك في هذا الامر. طيب لما بتبص على يعني احنا دلوقتي، احنا قدامنا دلوقتي مثلا مشاهد من الكيت كات، ومش عقلي مش قادر يستوعب ان ده ديكور. حضرتك عملت ده ازاي؟ فكرت ازاي في ده؟ الفكرة جت منين انه لا هيتعمل ديكور؟ الفكره جت من السيناريو، احنا ما بنشتغلش بره السيناريو. السيناريو ده في حاله بتحصل فيه في مكان موجود في القاهره اللي هو الكتكات، سيناريو مكتوب عن الحي ده، والاحداث كلها كان لازم يتبني لها الحي ده، لان في مشاهد ما تنفعش تتصور في الحي، وخصوصا ان كل الفيلم بيتصور في الحي العشوائي ده. دي بتبقى مشكله في الاساس، مشكله انتاجيه، ان يبقى في منتج مستعد يبني حي. احنا عندنا صناعه سينما بقالها 100 سنه، وبالتالي كل استوديو في حي من الاحياء دي، في حي اسلامي، في حي عشوائي، في حي فقير، في حي غني، يعني موجوده فيها الاحياء دي. لكن الاستاذ داوود كان عاوز الحي بتاع الفيلم، مش اللي موجود لا في الشارع ولا في الاستديوهات. يعني في مثلا حي اسلامي عبقري بنيه طبعا استاذنا ومعلمنا كلنا صلاح مرعي، بس ما ينفعش للموضوع بتاع الكتكات. وبعدين احنا رحنا زرنا الكتكات انا وداوود، وشفنا الناس عايشه ازاي. يعني انا فاكر ان قعدنا نروح ونرجع لمده 6 اشهر، نروح الكتكات ونرجع ونشوف نشوف الناس عايشه ازاي. فده حي خاص، بس مش خاص. يعني الكتكات موجود، انما المعروض على الشاشه ده حي خاص بفيلم الكتكات، مش بحي الكتكات. لو حد يعني تعب شويه وراح الكتكات هيشوف كان مبني ازاي. ده موضوع تاني خالص. ده حي مبني للفيلم، للاحداث اللي بتحصل جوه الفيلم، للشجن اللي بين الاشخاص، للدفى اللي في العلاقات الدافيه اللي بين اللي بين اشخاص الفيلم. ده اللي خلانا نعمل الحي بالشكل ده، انه يعني تبقى العلاقات كلها علاقات حميميه. معرفش يعني، ده اعتقد اللي قدرنا نعمله. كان في صعوبات طبعا ان نلاقي منتج، لان الفيلم ده كان بقاله 5 سنين بيدور على منتج عشان يوافق يعمل الحارة دي، بس الحمد لله حسين الآن منتج سينمائي واعي، فنان تقريبا، فعملنا الفيلم والحمد لله طلع الفيلم ونجح. أخيرا، إيه أحلام حضرتك في الفترة اللي جاية؟ ولا خلاص بتكتفي بأنه أنا عملت أفلام عظيمة وخلاص بقى ليا اسمي وليا وجودي وليا مكانتي في هذه الصنع فخلاص؟ لا، هو الحقيقة يعني أنا، هو رحلة الفنان إذا جاز ليا اني اقول على نفسي فنان، انما رحت يا نهار ابيض. طب ومين طيب بيقول على نفسه فنان لو حضرتك ما قلتش على نفسك فنان؟ يعني احنا متاكدين ان حضرتك فنان. الله يخليك، ده شهاده اعتز بيها. اللي اقصده ان النوع ده من العمل، لا ينتهي. يعني لو اتعرض عليا، انا اعمالي قليله، مش ما هياش كتير، لان بختار العمل
اللي اقدر اعمله من وجهه نظري. اللي اقدر اعمله مش معناه ان 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 اللي برفضه يبقى وحش، لا، اللي برفضه او ما اقبلهوش يبقى مش هبقى مفيد فيه، مش هعمل فيه اضافه. لو الاضافه قادر اعملها، والاضافه بتبقى اضافه للفيلم مش للشكل. يعني انا مانيش مهندس ديكور، ما مش بزوق، انا بعمل طبيعه خاصه بالفيلم. لو لقيت سيناريو يتيح لي ان انا اضيف للفيلم لطبيعته، واضيف لشخصياته، واضيف للمخرج انه يقدر يجسد الموضوع بتاعه بنجاح في المكان اللي انا هبنيه، هقبل على طول. يعني ما انا مش رافض، اني ما رحلتي ما انتهتش. انا يعني طبعا اتمنى، ولو في ما يكمل رحلتي. معلش انا ما سمعتش الجمله الاخيره. انا ما سمعتش الجمله الاخيره من حضرتك. يعني انا بقول لو لقيت سيناريو، حضرتك سمعاني؟ انا سامعه حضرتك دلوقتي كويس. لو لقيت سيناريو يتيح لي ويديني الامكانيه اني ابقى اضافه للفيلم، واقدر اجرب فيه، لان انا كل فيلم الحقيقه بيبقى تجربه ليا، تجربه غير الفيلم اللي قبل. يعني وده قيمه العمل مع الاستاذ داوود عبد السيد، ان انا عملت معاه 9 افلام مختلفه، كل فيلم مختلف عن الثاني، وكل فيلم فيه تجربه من ناحيه الشكل ومن ناحيه الموضوع. لو لقيت فيلم يديني التجربه دي اقدر احققها، هبقى سعيد جدا وهعمله. احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا في كل الزوايا، سعداء جدا بحصول حضرتك على هذه الجائزه الرفيعه، وسعداء جدا انه عندنا في مصر فنانين ومبدعين زي حضرتك، نفضل ان احنا نفخر بيهم على المستوى المهني وعلى المستوى الانساني. وبشكر حضرتك المهندس مهندس ديكور أنسي أبو سيف، يعني الحاصل أخيرا على جائزة الدولة التقديرية. شكرا لوجود حضرتك معنا، وهستخدم مرة تانية جملة الكاتب والناقد محمود عبد الشكور، أثبت أن قمة الصنعة في إخفاء الصنعة. أعتقد هي دي أكتر جملة ممكن يعني تشرح لنا من هو أنسي أبو سيف. شكرا جدا لحضرتك.